ومن هنا سميت هذه الرسالة ماذا يا إخوان؟ اتحاف المتقين بتفسير العظيمتين. أما سورة الفاتحة فهي أعظم سورة في القرآن، واللهم لك الحمد نحفظها، يحفظ الصغار والكبار. سبع آيات، وهي أعظم ما أنزل الله من كلامه على وجه الأرض على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. أعظم ما في القرآن، هو القرآن أعظم من كل الكتب، وأعظم ما في القرآن سورة الفاتحة التي نحفظها جميعا. أي فضل من الله عليكم هذا؟ هذا فضل عظيم. فالله عز وجل جعل سورة الفاتحة هي أعظم ما في القرآن، نعم أعظم سورة القرآن. طبعا هذا الحديث صحيح البخاري، حديث أبي سعيد ابن المعلى، وهو إيش؟ نص صريح وصحيح بأن أعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يبلغ العلم بطرق شتى عجيبة محكمة، لماذا لم يقل لأبي سعيد من البداية سورة الفاتحة هي أعظم سورة؟ قال إيش؟ لو علمنك سورة هي أعظم سورة القرآن قبل أن تخرج من المسجد. هذا فيه أسلوب تشويق، أسلوب تشويق، سبحان الله. اللهم صل وسلم على نبي محمد، يعني ما علمه على طول، قال علمك سورة هي أعظم قبل أن أخرج، خلى جعلهم هذا إخوان مستعد متشوق لأن يعرف هذه المعلومة، أعظم سورة القرآن سأخبرك قبل أن أخرج من المسجد. فقد ينتظر هذا متى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني يريد الخروج حتى يذكره، أريد أن تعلمني ما وعدتني بأنك ستعلمني إياه، أعظم سورة في القرآن صلوات ربي وسلامه عليه. فقال لو علمنك، إيش هذه لا أعلمنك؟ هذه موطئة للقسم يعني للتوكيد، لو علمنك، والنون هذه مشددة للتوكيد، أكد بأني سأعلمك. سورة هي أعظم سور، أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. وأنت يا عبد الله ما شاء الله عليك، اللهم بارك، الله يبارك لك، والله تحفظ أعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة، حافظها حافظينها ما شاء الله عليكم. هذا فضل، لازم تستشعر هذا الفضل العظيم إن الله عز وجل أكرمك بأنك تحفظ هذه السورة اللي هي إيش؟ أعظم سورة في القرآن. إذا القرآن عظيم ومجيد، القرآن الهدى والنور والشفاء الحجة، هو أعظم ما أنزل الله من كلامه على رسله، وأعظم ما في القرآن سورة الفاتحة وأنت تحفظه، أليس هذا من توفيق الله عز وجل؟ وعليك أن تتقن قراءتها، وقد يكون عندك أخطاء، اقرأ على من هو أعلم منك حتى تقرأها قراءة سليمة. طيب، قال هنا ثم أخذ بيدي، وهذا أيضا من يعني أساليب التعليم، لما أخذ بيده دلالة على العناية، مسك بيده حتى يلتفت، حتى يأخذ يعني يأخذ كل انتباهها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال سأعلمنك، لو علمنك، وأخذ بيده وأخذ يقول له المعلومة هذه. فقال ها لما أراد أن يخرج قال قلت له ألم تقل لأن لا أعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن. شوف حرص الصحابي هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا في اختصار قال بلى، فعلم فقال الحمد لله رب العالمين. في هذا فائدة، فائدة الأولى أن هذه السورة من أسمائها الحمد لله رب العالمين، اسمها سورة الفاتحة من أسمائها سورة الحمد، واضح؟ لأن قال السورة قال الحمد لله رب العالمين. الفائدة الثانية أن هذه أول آية في السورة وليست إيش؟ البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. فبسم الله الرحمن الرحيم لعل يأتي البحث أن هي آية مستقلة أنزلها الله للفصل بين السور حتى تعرف أنك إيش انتهيت من سورة دخلت سورة، فهي آية مستقلة في للفاتحة وغير الفاتحة، فإذاك تجدها في بداية كل سورة إلا سورة التوبة. لكن الآية الأولى من سورة الفاتحة هي ماذا؟ هي الحمد لله رب العالمين. يقول هي السبع المثاني، سميت السبع المثاني لأنها سبع آيات، والمثاني لأنها تكرر من التثنية. أين تكرر؟ في الصلوات، تقرأ في كل ركعة سواء كانت جهرية ولا سرية، فهي السبع المثاني تثنى
قال والقرآن الذي أوتيته. لما قال جل وعلا ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، أليست سبع مثاني الفاتحة هي من القرآن العظيم؟ فلماذا أفرد ذكرها؟ لأهميتها وفضلها. هذا كقوله جل وعلا ماذا يا إخوان؟ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، صلاة العصر كما نص على ذاك النبي عليه الصلاة والسلام. فلفضل صلاة العصر وأهميتها ذكرها، أفردها بالذكر، وإلا هي من الصلوات. والسبع المثاني هي من القرآن، لكن أفرد ذكرها لأهميتها. وماذا يسمى هذا؟ ولقد أعطيناك سبع المثاني والقرآن والقرآن العظيم. قال هذا من باب إيش؟ عطف العام على الخاص. فإن سورة الفاتحة سورة من سور القرآن، فذكرها أولا ثم عطف عليها القرآن كاملا، فهذا من باب عطف العام على الخاص. بينما في قول جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، حط عطف ماذا على ماذا؟ خاص على عام. واضح؟ إذن ممكن يأتي العطف خاص على عام وعام على خاص. لماذا يفرد بالذكر وهو أصلا من العام؟ وفرد مفراده لأهميته وفضله. ولذلك جرت العادة لما يكون في ضيف مدعو هو الدعوة له خاصة والباقي حضور ويشاركون، ينادون باسمه، تفضل يا أبا فلان، تفضل عشاء، تفضل يا جماعة. يعني هو بس فقط هو يأكل ولا الكل؟ فلماذا ذكره بالاسم؟ لأنه هو الضيف الرسمي. تفضل، يقول تفضل يا فلان، أو الكبير الكبير الحضور فلان فلان الكبار، أو يقول يا فلان الضيف، فيذكره قبل بقية الحضور، لذلك لأهمية بيان العشاء أنت الضيف الرسمي الذي من أجلك أصلا عقد هذا العشاء. واضح؟ فهنا ربنا جل وعلا لبيان فضل هذه الآيات السبع سورة الفاتحة أفردها بالذكر وعطف القرآن كله عليها، مع أنها سورة من سور القرآن. واضح؟